you <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم ومرحبا في صحبة حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغة القرآن على شاشتكم الأثيرة قناة الناس مشاهدي الكرام يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قلنا إن التركيب في سبيل الله يدل على كل رقي بالحياة وإسعاد للأحياء ما حد يسألني يعني إيه في سبيل الله أقول له أي طريقة تسعد بها كائن حي أو ترقى بها بالحياه دي في سبيل الله تسعد بها كائن حي الإنسان أولا طب افرض بنينا مستشفى بيطرية آه برضو أنا 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 كده بخفف عن الحيوان معاناته لو أصيب بألم جميل طيب افرض إني أنا اه أعديت عديت بها فرش لبنت بتتجوز ده من سبيل الله أو ترقى بالنفقة بواسطة النفقة يعني بالحياة في مدرسة البوابة بتاعتها اتخلعت رحت صلحتها على حسابي في سبيل الله عمود نور وقع ساهمت في ان احنا نقيمه في سبيل الله شبكه تليفونات اتعطلت ساهمت في ان احنا نصلحها في سبيل الله اي نفقه يسعد بها الانسان او كائن حي واي مساهمه في الرقي بالحياه في تطوير الحياه في تجميل الحياه حديقه النباتات بتاعها عاوزه تهذيب جبت عمال هذبوه على حسابي في سبيل الله، كده. احنا يعني لو ننفذ الاسلام نعيش اجمل حياه ونشعر بالذ واطيب المشاعر. طبعا. ال 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 ربنا كان ممكن يقول مثل الذين ينفقون اموالهم لاسعاد الانسان او الرقي بالحياه زي ما فسرت انا كمثل حبه. امال اللي قال في سبيل الله؟ وما العائد على الله من النفقه؟ يعني انا طورت الحياه خليتها قمه الجنه. العائد على الله ايه ولا حاجه. امال ليه عمل الكلام ده قال عنه انه في سبيل الله. عارفين ليه؟ عشان يقولك لك علّي همتك نحو الانفاق الايماني شد حيلك انفق ادفع تقدم انت ما بتعملش الطريق عشان الناس انت بتعمله في سبيل الله انت ما بتطعمش المسكين عشان المسكين انت بتطعمه في سبيل الله انت ما بتبنيش مستشفى علشان الناس انت بتبني مستشفى في سبيل الله حين يعلم الإنسان أن عمله في سبيل الله سوف يتفانى في العطاء وفي الإنفاق وحين يعلم أن الإمساك عن الإنفاق بخل عن سبيل الله وأن ذلك سيتأدى به إلى عذاب أليم في الآخرة سيندفع اندفاعا بقوة السهم للإنفاق فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب ليه ما في سبيل الرحمن في سبيل القاهر في سبيل المقتدر في سبيل الرحيم في سبيل الكريم قال في سبيل الله بالذات ليه؟ الاسم الكريم ده بيجمع كل صفات الكمال والجمال والجلال وبيوحي بالهيبه والهيمنه والسطوة والقدرة والحكمة والجبروت والكرم بيجمع كل صفات الكمال والجلال والجمال صفات الجلال الهيبة والقوة والجبروت وشديد العقاب والجبار والمتكبر تخيف البخلاء وصفات الجمال الكريم الوهاب الرحمن الرحيم الباسط تدفع الاسخياء الى السخاء لانه هياخد اجر كبير وصفات العلم والبصر والسمع تدفع الانسان الى ان يجود بالكثير لانه يعلم ان الله يعلم ما ينفق فلفظ الجلاله هنا له ايحاءات عديده تدفع الناس بكل طوائفهم الى النفقه كمثل حبه انبتت سبع سنابل العدد هنا ما هوش سبعة بس ده ممكن يكون سبعمية ممكن يكون سبعة آلاف في كل سنبلة مئة حبة ممكن يكون مليون حبة بيديك رمز إلى الكثرة العدد هنا لفظ رمزي يرمز للكثرة جميل والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء تعالوا نشوف الجمله دي كده يعني مش هتقف عند حبه عند سبع سنابل وكل سنبله مئة حبه لا مش هتقف والله يضاعف لمن يشاء الله ما هو ده اللي بيخلينا نقول العدد رامز الى الكثره مش المراد نصه لا طيب والله ابتداء الجمله الكريمه اللي خلي بالك ان الجمله دي جملتين الجمله دي اسمها جمله مركبه اسمها جمله مركبه بتحتوي على جملتين والله يضاعف جمله يضاعف لمن يشاء جمله الله ايه ده طبعا اما اقول الله يعلم ما تحمل كل انثى لفظ الجلاله الله مبتدا عاوز خبر ويعلم فعل عاوز فاعل المبتدا والخبر جمله والفعل والفاعل جمله طب ليه كده عمل جملتين في بعض؟ شوف يا سيدي اما الجمله تبدا باسم تبقى اسميه الجمله الاسميه بيبقى المدلول بتاعها في سياقات معينه قانون ثابت لا يتخلف يبقى والله يضاعف لمن يشاء ده قانون ثابت أن مضاعفة الله ثواب المتصدقين الذين يشاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى المضاعفة لهم متحققة في كل وقت وحين يبقى مدلول والله يضاعف لمن يشاء قانون ثابت لا يتخلف اي حد من يوم الايه ما نزلت لحد يوم القيامه اي منفق من 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 طائفه معينه او من نوعيه معينه هنعرفها دلوقتي ينفق الله تعالى يضاعف له كما يشاء فاصل بعده النصر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وقد عدنا الى حضراتكم من الفاصل يبقى بدايه الجمله بالاسم الكريم والله يضاعف لمن يشاء جعل الجمله ناموسا ثابتا جعل معنى الجمله مضمون الجمله محتوى الجمله قانون ثابت أن مضاعفة الله الجزاء للمتصدقين من طراز معين مش كل متصدق ثابتة إلى يوم القيامة طيب وبعدين والله يضاعف لمن يشاء الجملة كده اسمية تدل على الثبوت والدوام طيب ماشي وبعدين لفظ الجلالة فيه الهيمنة والسطوة والالوهية والجلال والهيبة والقدرة المطلقة والحكمة المطلقة اللفظ ده بيوحي بالكلام ده يبقى الله تعالى إذا أراد أن يضاعف لأنه الله لن يعجزه شيء أدي سر اختيار لفظ الجلال عاوز اقول لك والله الذي لا يعجزه شيء يضاعف لمن يشاء يعني لو متصدقين مليار مليار في لحظه واحده يضاعف لهم قادر القدرة مطلق كريم الكرم مطلق رحيم الرحمة مطلقة رحمن الرحمانية مطلقة وهاب الوهابية مطلقة طبعا يضاعف يضاعف اما اقول لك لك ضعف ما تدفع انت دفعت جنيه لك ضعفه يعني لك مثلاه يبقى لك اتنين وهو يبقى تلاته يا سلام على العظم يضاعف يضاعف يعني يعطي ضعف ما دفع ما يدفع الإنسان هو ما قالش يضعف ده قال يضاعف يضاعف دي كأن الله يضرب الرقم اللي انت دفعته في مية مثلا والرقم نفسه لوقوعه تحت قدرة الله الكريم ينمو بذاته أدي معنى لأن المضاعفة مفاعلة تتأتى من جانبين يبقى الجانب الأولاني أن الله يضرب ما دفعت في مية أو في ألف أو في خمسين حسب رؤيته سبحانه وتعالى وحكمته والرقم نفسه اللي انت دفعته بينمو من خلال إرادة الله نموه وفي قراءة بتقول والله يضعف لمن يشاء برضو تبقى دي معناها تكسير الايه الأجر الله يضعّف لمن يشاء، ما قالش لمين، خلي بالك ما قالش الشروط، هتدي الضعف لمين يا رب ما قالش، ليه؟ ترك من سيضاعف الله لهم مش معروفين يجعل كل واحد عاوز يعمل نفسه في من يشاء، كل واحد عاوز يدخل نفسه في من يشاء تقوم تيجي السنة توضح لنا مين بقى اللي هم هيضاعف لهم ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب يضاعف لمن يشاء يضاعف ايه؟ يضاعف الاجر ممكن يضاعف القوة البدنية بتاع الانسان عشان الصدقة دي ممكن يضاعف التوفيق ممكن يضاعف الرزق في الاولاد ممكن الله يضاعف توفيق الأولاد ممكن الله ده حذف المفعول يضاعف ده بتاع يضاعف ده حاجة كبيرة أوي اه طبعا وبعدين الجملة هنا جملة مركبة بداية بالاسم الكريم يبقى اسميه تعطي الثبوت والدوام الفعلية يضاعف لمن يشاء اللي هو جملة الخبر تعطي الاستمرار التجددي يبقى الجملة المركبة دي حققت خصائص الجملتين جميل والله واسع عليم واسع يعني واسع فضله عليم اي عليم بنيه المنفق نيته ومقدار المنفق انت انفقت قد ايه وجوده المنفق انفقت ايه حاجه نضيفه ولا حاجه اي كلام ااا ايه وجودة المنفق والإخلاص الذي صاحب الإنفاق والمشاعر التي رافقت الإنفاق أيها الأخوة المشاهدون الكرام أيها الأخوات المشاهدات الفضليات إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله تحياتي إلى حضراتكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته